أمام مديرية أمن ترهنة تجمع أهالي وذوي المفقودين والمخطوفين احتجاجاً على جرائم ميليشيا الكاني المتحالفة مع ميليشيات حفتر في حق المدنيين من سكان المدينة، حيث طالب أهالي المفقودين الأمم المتحدة وعقلاء المنطقة الشرقية بالتدخل الفوري لمعرفة مصير أبنائهم الذين اختطفوا أو أخفوا قسرى. والله أنا عندي أخوي مفقود من 22-12 مدني، ماليش علاقة بأي حاجة، من مربوعته في الحوش تقدقوا عليه الباب وجملة مين اخدوه، مش معروف لليوم مصيره وين. وعندي أخوي مفقود من 2011، علاش يعني نطالب أهلنا في الشرق لو كان حتى هادو اللي طلعوا رفعوا معاهم إنه يقولونا ويعطونا خبر، على الأقل نتواصلوا حتى معه، يا ريتهم حتى مدايرين حاجة. والله ناس مدنية ما لها علاقة بأي حاجة. المحتجون ناشدوا المنظمات الحقوقية المحلية منها والدولية باتخاذ الإجراءات القانونية من أجل الكشف عن مصير أبنائهم وذويهم ومحاسبة ميليشيا الكاني على ما اقترفته من مآسي ستبقى راسخة في عقول أهالي ترهنة. أنا طالبة بولادي، طالبة بولادي نبيهم أنا ولاداتي، انسحنت والله رمضان نجي على رجلي، عارفين شيل النعاجة وأنا بعيد نجي على رجلي ندور، اللي يقول لي ما ندريش عليهم واللي يقول لي ما نعرفهم شو اللي يقول لي، قسم الله حالة صايرة فيا يا أخوي. أني هذا أخوي شهيد مش مفقود، شهيد هذا متوفي، أخوي الثاني هما اثنين عيلة، في مرة قتلوهم هجموا علينا في حوش، الله لا تربحهم يا ربي يا مولاي، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، أخوتي لا إله إلا الله. الوقفة الاحتجاجية سبقتها وقفات أخرى قبل أيام حملت ذات المطالب، وبالرغم من وصول التقارير الأولية للأمم المتحدة بشأن المقابر الجماعية بمدينة ترهنة والتي وصفتها بالمرعبة، لا زال الجناة فارين بعيدين عن أيدي العدالة، فيما تبقى المقابر شاهدة على انتهاكات طغت كل شيء داخل أروقة المدينة.